يا صباح الخير والسعادة على كل مشاهدينا اللي بيتابعونا على شاشات التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ومختلفة من صباح الخير يا مصر، حلقة كلها بهجة ومناظر طبيعية زي ما حضراتكم شايفين. احنا النهاردة معاكم من مكان مختلف، احنا النهاردة معاكم من مدينة السحر والجمال، مدينة العالمين الجديدة. خلينا نتابع مع حضراتكم هذه المدينة وإيه اللي حصل فيها وإيه اللي بيحصل فيها بالظبط خلال حلقتنا النهاردة. لكن في البداية خليني كمان أصبح على زميلي العزيز شاذلي. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، زي ما حضراتكم شايفين من مدينة الجمال كله الحقيقة، يعني حاجة قمة في العظمة والروعة والجمال. موجودين هنا طبعا لتغطية مهرجان العالمين في نسخته الأولى، شفنا وتابعنا الاستعدادات اللي بتؤكد إن مدينة العالمين وإن مصر قادرة على تنظيم مهرجان بحجم مهرجان العالمين، قادرة على تنظيم مهرجان يليق باسم مصر زي المهرجانات الدولية المختلفة. مش بس كده، كمان ده مصر كمان بتثبت وبتؤكد ان هي متفوقة في كل المجالات، لان زي ما احنا عارفين انه هذا المهرجان هو مهرجان متنوع في الكثير من التفاصيل والكثير من المجالات المختلفة، فبتؤكد ان مصر متفوقة رياضيا ورائدة فنيا وثقافيا وموسيقيا ايضا، لان احنا هنشوف وهنتابع فعاليات كتيرة جدا يا جمانة خلال وجودنا في حلقتنا النهاردة. بكل تأكيد يا شاذلي هنتكلم عن مهرجان العالمين الجديدة اللي بيقام تحت شعار العالم عالمين، وهنتكلم عن فعاليات المهرجان كمان وتفاصيله. لكن خلينا نرجع كده مع حضراتكم لورا لكام سنة، قبل 2018 تحديدا، قبل ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن إطلاق أو إنشاء أو بداية مدينة العالمين الجديدة، وده تحديدا في 1 مارس 2018. نرجع كده ونفتكر وإحنا بنسافر وبنشوف هذه المنطقة أرض صحراوية اللي عارفينه عنها إنه فيها بقية ألغام من ساعة الحرب العالمية الثانية، عارفين إن فيها مقابر من وقت الحرب العالمية الثانية، دي كانت المنطقة اللي إحنا بنعدي عليها. كان في بالفعل قرى سياحية موجودة كانت، لكن الحقيقة كان لازم الاستفادة ما كانتش مفتوحة لكل المواطنين. لكن احنا النهاردة موجودين في أهم وأكبر مدينة ساحلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. هنتابع زي ما قلت يا شاذلي كل تفاصيل المهرجان، مهرجان العالمين الجديدة في إطلاق نسخته الأولى إن شاء الله. عظيم، وزي ما انت قلت يا جمانة المنطقه دي كانت عامله ازاي، كل الناس فعلا اللي كانت بتروح مطروح كانت بتبقى خايفه وهي معديه من المنطقه دي، لان هي كانت منطقه مظلمه، ما كانش فيها نور، ما كانش فيها حياه، ما كانش فيها الموجود دلوقتي، فالناس كانت بتبقى معديه وهي خايفه. انما دلوقتي فانت معدي، لو مسافر ورايح مطروح فانت بالنسبه لك المنطقه دي بتعتبر ريست، منطقه امان، زائد ان هي زي ما قلنا ان هي كانت منطقه الغام موجوده من الحرب العالميه الثانيه. طبعا معروف معركتين العالمين، المعركه الاولى والثانيه. ليه بقى سبب اختيار هذه المنطقة؟ سبب اختيار هذه المنطقة عشان نعمل فيها مدينة العالمين، قبل ما نتكلم طبعا عن اختيار العالمين لعمل المهرجان، اختاروا هذه المنطقة تحديدا لجمالها، لطبيعتها المختلفة، الرمال الذهبية، الشواطئ، المياه الفيروزية اللي احنا دايما بندور عليها، طبيعة المنطقة، طبيعة منطقة خلابة، منطقة الناس بتجيلها من كل مكان. وفي نفس الوقت مدينة العالمين كاسم معروفة عالميا بالنسبة للدول اللي شاركت في الحرب العالمية الثانية، زائد ان فيها آثار من ايام الحرب موجودة لحد دلوقتي، سواء بقى مقبرة الكومنولث، المقابر الإيطالية، الألمانية، المتحف العالمين الحربي، كل هذه الآثار اهالي هذه الدول اللي شاركت في الحرب العالمية الثانية بيجوا عشان يحيوا ذكرى وفاة اقاربهم، بالإضافة لان هي مزار ومتنوع كمان يا جمانة، يمكن ده السبب اللي خلاهم يقرروا او يفكروا ان هم يعملوا مدينة العالمين الجديدة في هذا المكان. اعتقد اسباب كتير جدا يا شاذلي وعوامل كمان اكتر، وتخيل بقى ان كل هذه الظروف اللي موجوده وكل طبيعه المكان ده، تخيل ان هي ما تكونش كمان مدينه موسميه، لكن تكون مدينه صالحه للحياه فيها على مدار السنه، مدينه موجود فيها كل الخدمات المتنوعه اللي ممكن يحتاجها المواطن المصري، موجود فيها اسكان لكل شرائح المجتمع، فرص عمل، منطقه صناعيه، جامعات، مدارس، مستشفيات، كل الخدمات اللي ممكن نكون محتاجينها عشان نقيم مجتمع سكني جديد. احنا طول الوقت بنتكلم ان احنا عندنا مشكله في الزياده السكانيه، وطول الوقت بنتكلم ان احنا محتاجين بالفعل ان احنا نتوسع في مساحه المعمور. ده بالظبط اللي بيحصل في مصر، وبيحصل على مستوى عالي جدا جدا جدا، وده اللي يمكن دايما بيشير اليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي جوده الحياه. هذه المدينه مش بس يمكن بنتكلم في انشاءات وبنتكلم في مصانع ومدارس وجامعات، لكن بنتكلم على فرص العمل، فرص عمل كتير جدا، ان كانت مباشره او غير مباشره، تم توفيرها بسبب اقامه هذه المدينه. ده غير
غير انها كمان بتخدم على هذه المنطقة بالكامل وبقى على كمان هذا المحور بالكامل. يعني ده غير بقى بجانب ان في كمان مقر للحكومة والرئاسة في فصل الصيف، ده غير ان كل شهر الحقيقة في مدينة العلمين الجديدة في جديد، في مشروعات جديدة كل سنة بنيجي مدينة العلمين الجديدة بنلاقي حاجات يا شاذلي بالفعل موجودة ومحققة على أرض الواقع في وقت قياسي الحقيقة. ده بقى بيفكرنا وبيخلينا نفكر كمان السادة المشاهدين يا جمانة بحلقات صباح الخير يا مصر من هنا. احنا عملنا حلقتين في شهر 7 من عام 2021، واحدة 16/7 ودي كانت عشان المشروعات اللي تمت بالفعل في مدينة العلمين الجديدة والمشروعات اللي كانوا شغالين فيها، وكان حلقة تانية في 30 يوليو من نفس العام، دي كانت حلقة بقى سياحية عشان نشوف إقبال الناس على شواطئ الماسة. بالمناسبة في الوقت ده ما كانش فيه غير شاطئ الماسة بس، تعالوا دلوقتي شوفوا مدينة العلمين بطول الكورنيش ال 14 كيلو بقى فيه شواطئ كتيرة جدا موجودة وبقى فيه إقبال كمان من المصيفين على هذه الشواطئ. احنا شفنا الكلام ده بعينينا من سنتين وشفنا تغيير هذا الحال لحد ما تمكنت هذه المدينة وتأهلت لتستقبل هذا الحدث الدولي المهم وهو مهرجان العلمين، المهرجان اللي العالم كله اتكلم عنه، المهرجان اللي احنا كلنا بنتكلم عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، المهرجان الموجود على شاشات التلفزيون، المهرجان الموجود من خلال البث المباشر لمدينة العلمين الجديدة. تفاصيل كتير جدا الناس بتعرفها وبتتعرف عليها وبتسأل، وليهم حق يا جمانة بالمناسبة يسألوا. بعض الناس بيسأل احنا ليه عملنا مهرجان العلمين الجديدة؟ ايه السبب من وراء هذا المهرجان؟ وده حقهم، حق مشروع الناس تسأل ليه عملنا هذا المهرجان، ليه أنفقنا على هذا المهرجان، كل دي تساؤلات شفناها برضو يا جمان. دي نقطة مهمة الحقيقة يا شاذلي، وخليني برضو الإجابة على هذه النقطة تحديدا. يمكن كتير من الجهات والشركات الراعية أول ما سمعت عن التجهيزات اللي هتقام على هذا المهرجان هي بدرت وسرعت انها تكون رعايه لهذا المهرجان، ويمكن الشركات الرعايه لو تراجعنا تاني المؤتمر الصحفي هنعرف بالظبط هذه الشركات الرعايه، لانه هذا الحدث هو حدث مهم جدا، مش مجرد انه حدث للترويج للسياحه ولا حتى حدث لمجرد ان احنا بنقيم فعاليات ثقافيه وفنيه في مدينه العلمين الجديده، ابدا. فكره سياحه المهرجانات هي سياحه مهمه جدا، والحقيقه انه هذا المهرجان كمان مش بيروج لسياحه المهرجانات فقط، السياحه الرياضيه والسياحه الثقافيه والسياحه الفنيه وغيره وغيره وغيره. في الحقيقة بلاد كتير جدا لو بصينا لها وبصينا على مدخلات الدخل ليها أو مدخلات أو مصادر العملة الصعبة بالنسبة لها هنلاقي أن سياحة المهرجانات من أهم مصادر الدخل ليها. على سبيل المثال مثلا ألبانيا، ألبانيا وتحديدا تيرانا يمكن في مهرجانات كتير جدا ثقافية وفنية فيها وبتبقى على مدار السنة، حتى سائح لما بيبقى حابب أنه هو يروح هذه المدينة تحديدا بيقعد كده يفكر حابب يحضر أنهي مهرجان. البرازيل، يعني في دول كتير جدا حسب المقومات اللي عندها، إن كانت مقومات ثقافية شاطئية رياضية أيا كانت، تخيل لما يكون ربنا حباك كل هذه الخصائص وكل هذه المقومات لازم أن أنت تستغلها، بس عشان تستغلها أيضا لازم يكون عندك كمان بنية تحتية مؤهلة ولازم يكون عندك مكان يليق باستقبال السائحين في مصر يا شاذلي. عظيم، كلام جميل جدا. وانت بتتكلمي عن سياحة المهرجانات وأهميتها عالميا والعائد من سياحة المهرجانات على هذه الدول مش فقط على العاملين في القطاع السياحي ولا فقط على الاقتصاد، ده بيعم على الدولة كلها، كل الناس بتستفيد من وراء الترويج السياحي. وجود المهرجان هنا في مدينة العلمين، دايما المهرجان يا جمانة بيضيف للمكان والمكان بيضيف للمهرجان، وانت ذكرتي مجموعة من المهرجانات. في بعض الدول يا جماعة بتختلق أسباب عشان تعمل مهرجانات، يعملوا مهرجان للمأكولات الشعبية، مهرجان للعادات والتقاليد، أنت عندك مميزات تخليك تعمل مهرجان متنوع زي مهرجان العلمين اللي احنا موجودين دلوقتي وبنغطي فعالياته، عندك كل المقومات دي فقط كنت محتاج تستغلها، وده بالفعل اللي حصل خلال هذه الفترة. طبعا كل دي تساؤلات واحنا بنجاوب مع حضراتكم على حضراتكم على هذه التساؤلات وهنجاوب عليها كمان خلال هذه الحلقة.